السلام عليكم. قبل ما نبدا هذه اول اجتماع ديال الجمع العام تعمل غا الظروف ديال اليوم. مابقاش عندنا ديك القضيه ديال خمسه يمثلهم واحد، مابقاش الحمد لله على الوضعيه اللي اليوم تنعيشوها. وشتو اليوم تنقول كاين غاتكون واحد 650 منخرط كاين في هذه القاعه. علي رضوان، رئيس جمعيه اباء واصدقاء الاطفال المعاقين دينيا. اليوم كما شاهدتوا نعقد الجمع العام السنوي ديال الجمعية، كان الحضور مكتف، جميع المنخرطين حاضرين، والدليل على ذلك عناية ديالهم بهذه الجمعية وبوليداتهم. هذا هو الدور ديال الآباء اللي كانوا اليوم حاضرين، رغم أنه كان الشتاء، كان ظروف اللي هي صعبة باش يجيو، ولكن جاوا بكل صدق. أنا فخور أنه متبعين الأحداث ديال الجمعية والتقارير ناقشنا وكل شيء تصادق عليه، واللي هما المتطلبات ديال الاباء وديال هاد الفقراء بالخصوص. مثل تقول الفقراء لانه الحاله الاجتماعيه ديال المجد صعبه، هو البطاقات ديال المعاقين. تتمنى انه الوزيره تسرع في هاد الوثيقه ديال البطاقات ديال المعاقين، لانه اليوم راه ما يمكن، يعني خص الناس تطالب بهذه البطاقات. شنو هو المانع اليوم؟ هذا هو السؤال. ما بقاش الوقت تسمح للحكومه ولا الوزاره باقي تعطل في هذا الشيء. هذا انا تنرفض هذه الوضعيه، لان هذا الشيء ملي كانت الوزيره بدو تنقول لي كارت، ودابا حنا في 2023 باقي تنقولوا لي كارت. اش غادي يخرجوا هاد الناس هاد الفقراء؟ اذا هذا هو كان مشكل كبير. هو هذا كان مشكل الغازوال كذلك، لانه كان ارتفاع ديال الغازوال على الجميع، كان واحد اللعيب ثقيل جدا. كاين هذه المشاكل، ولكن انا بكل صدق نقول لكم واحد القضيه، انا متفائل. تنتمنى انه السنه ديال 2023 تكون التعاون الوطني ولا تكون الوزاره تفهم الوضعيه ديال الجمعيات الملي معقوله والجاده وتعاونهم، لانه لا يعقل اليوم الجمعيه بحال هذا الشكل اللي خدامه، عندها واحد 600 طفل وطفله وعندها واحد 180 اطار تربوي. انا دايره هذه الشركه تبقى تقول عليها لا سانيساس وبقى وعندها لي تيلي بيبليك. انا ما فهمتش بالضبط علاش الجمعيه تيدخلوها بحال بعض الشركات. خاص لا سانيساس ترفع عليها، خاص الدوله تخلصها على الطوطور تاكس ولا تي فيا ولا الضرائب. علاش تحمل الجمعيه؟ ما نحن تنبيعوا نشريوا فاش؟ هذا عندنا وليدات تنقوم وقام الدوله بناخذهم، تناخذهم على الدوله انه هذا الفراغ تكملوا وتسدوا علينا. واذا هذا هو ثانيا تنتمنى انه في 2023 ما فرضاش عليكم لا سانيساس للموظفين اللي عندكم بطبيعه. لا لا لا، انا الضمان، انا الضمان ديال الاطر التربويه اللي تابعين ليا هو ان تكون عندهم لا موت، تكون عندهم لا سانيساس. هي ديون كثيره، كان كثيره، لانه ديون كثيره بزاف ديال لا سانيساس. اولا كانت في العهد السابق خلى لنا واحد مليار ونص تقريبا، اللي عاود جينا ما خلصناش لظروف الماليه لانه تزيرت الوقت، واليوم حصلنا خصها الدول تحل على هذا المشكل. وتنتمنى انا في 2023 راه حنا كتبنا مراسل سيدنا، كتبنا من رئيس الحكومه لوزاره التضامن على الاقل يساهموا معنا باش يخلصوا هذا السنيساس ويلقاو الحل هذا السنيساس، تخلصوا الدولات ديال الاطر. اذا هذا هو هذا ملفات ساخنه خدام عليهم هذه السنه ديال 2023. تنتمنى نكون حليت بعض منهم. شكرا جزيلا. خديجه رفيع، ام البنيه نجواب الكرومي اللي كاينه هنا في الجمعيه وتابعه للمركز ديال عين الشق اناث. بالنسبه للجمع العام العادي راه تبارك الله داز في المستوى، داز الجو مزيان والامور كلها مزيانه الحمد لله. الوليدات ديالنا راهم بخير وعلى خير،
كل شيء مطمئن، كل شيء فرحان على وليداته. الحمد لله تنشكروا السيد الرئيس والاعضاء بصفتهم انني رانا عضوه في الجمعيه هنا، كل واحد كيقوم بالدور ديالو، والاطر التربويه والعمال وجميع، والوليدات ديالنا فرحانين وناشطين. وليكن في علمكم وراه تسبت لحد كيقول لك ما نبركوش في الدار، خاصنا نمشيو للجمعيه. علاش؟ لانه كاينه واحد العنايه، وكاين الحمد لله واحد الرعايه، وكاين بزاف الحوايج اللي مستافدين من هذوك الوليدات. ولولا هذه الجمعيه راه هذوك الوليدات غادي يضيعوا. الحمد لله هذه الجمعيه راه هزه واحد الحمل ثقيل على الاباء. وهاد الوليدات راهم يعني اي واحد قدم لهم واحد المساعده او لا واحد ادى واحد العمل لهم راه عنده واحد الجزاء في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. وتنشكركم بزاف، تنشكركم بزاف. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سبب تواجدنا هنايا ولا كنحضروا الجمع العام كيديروه كل سنه باش كيهضروا لنا التقارير وفاش داز السادي وفاش داز السادي الى اخره. ولكن كيف ما سبق لي شفتيني راني هضرت، انا ما كنتدخلش في ديك الميزانيه وداك الشيء، انا غير كنشوف بنتي فين كاينه. الحمد لله كاينه في يد امينه بالنسبه للوسائل النقل، كيجيو ياخذوها عندنا من محل سكنانا ياك سيدي. ولا كانت شي حاجه بحال هكا مرضات ولا شي حاجه كينجيوها، كاين الطب هنايا والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. نعم زعما الراي ديالي في هذا الجمع اشنو كتوفر لينا احنا كاباء ولا بالنسبه للدراري؟ بالنسبه للدراري بعدا كتلقى فين كتحط وليداتك، هذه من جهه، حيت الدري معاق ما غاتقبلوش داك شي مؤسسه ولا شي حاجه. هذه الجمعيه من نهار اللي عرفنا بان الدري عندها اعاقه حطيناها في هذه الجمعيه. الحمد لله كاين تحسن، كاين تحسن، وكنشوفوا بلي كم كوره بنتنا غادي البات هي هزه الشكاره وغادا للمدرسه. كنحسبوهم هما من ذوي الاحتياجات الخاصه، ربي اللي عطاهم لينا حمدنا بهم ربي وشكرناه. شي كلمه في حق الجمعيه؟ الحمد لله لا مؤطرين ولا رئيس، وكيف ما شفتي المعامله لحد الان حسنه الحمد لله وشكرا لله. السلام عليكم، انا ماما ايوب حسين عائشه. كنشكر الرئيس وكنشكر اطر ديال الجمعيه كامله من السيكيريتي حتى المطبخ، كنشكرهم بزاف. انا ولدي كان في الاول واحد الحاله يرثى لها، والحمد لله ملي دخلنا هنايا للجمعيه تحسنات الحاله ديالو، كان تيهرب ليا، كان بزاف ديال الحوايج، ودابا الحمد لله بعدا. وكنشكر كاع السيده الاستاذه ديالو فاطمه، وكنشكر جميع الاطر وجميع الاساتذه، الله يجازيهم بخير علينا، الله يجازيهم بخير. بصراحه ما نقدروا اي حاجه غنقولوها ما غاديش نكفيو هذاك الشيء اللي كيدير مع وليداتنا. لا الله يجازيهم بخلاص الشفورات، لا الدريات اللي معهم مع الدريات مع الشفور، لا كلشي كنشكرك كلشي اللي قال لي ما ذكرتي اسمح لي. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير علينا خيرا، وشكرا لكم. السلام عليكم اعضاء الجمعيه، كنشكركم من القلب. الناس حنا عائله وحده، خصنا نعرفوا واحد الحاجه، حنا عائله وحده. والناس نيابه على الناس اللي منخرطين، انا كنشكر السي رضوان من اعماق القلب، وكنشكرهم هاد الناس اعضاء الجمعيه كاملين. اللي بغيت نقول حنا شاركنا معكم في الوقفة الاحتجاجية وناضلنا معاكم، لأن كنحس براسي أنا ولدي هنا، ولدي في أمان، وهاد الوليدات ولادنا كاملين. وحنا كنقول كناس مخالطين في هاد الجمعية، أي حاجة مساتكم حنا وقفوا معاكم في السراء والضراب، على نصيري أي مشكل كان حنا معاكم، ناديونا بالقاولة، لأن حاطين ولادنا في أمان الله وحفظه.